عبك لم يخليك تتوب وشنو هو طول امل. من اطال الامل اساء العمل. وطول الامل هذا اعوذ بالله منه. لما يولي الانسان يفكر في ملايير السنين اللي راهي جايه وهو ما حش يعيشها، يفكر في مستقبل لن يعيشه. انت تلت اوقات، انت بالذات تلت اوقات، وقت مضى، هذاك وقت لماذا انت لا تملكه، ما تملكوش، خلاص راح من يدك. هذاك تعرف واش دير؟ هذاك الوقت الماضي يسموه المستودع، هذاك هو غاراجك عمرت فيه واحد السلعه الداخل، روح نقي الغاراج تاعك، نقيه. هذاك الوقت اللي فات العمر 10 سنين 30 سنه هذوك، روح استغفر الله. يتنقى بحاجه واحده، كاين واحد الطريقه، كاين واحد الاله تنقي لك الغاراج هذا كامل من الوسخ هذاك اللي تلملك الداخل سنوات، يعني طريقه متطوره جدا جدا جدا. اقدر قفله واحده الله، استغفر الله وتوب اليه، يتنقى كامل. غير تقول استغفر الله وتوب اليه وتوب لربي هكذا، خاصه لا هبطت هكذا واحد الدمعه، هذا الدمعه هذيك كاين قلب هنا تحرك، العين دمعت. من لماذا؟ القلب خاف من الله وحب يرجع الى الله واشتاق الى الله وتوحش، عنده واحد الوحشه في قلبه توحش ربي، يعني ما عندوش الانس من المعاصي بزاف، يولي يحس الانسان بواحد الوحشه، يحس روحه غريب في الدنيا، كي يحب توحش يرجع عند ربي، يرجع عند اللي خلقه. اذا واش يدير الانسان هذا؟ كي يبكي يقول استغفر الله توب اليه، الماضي تنقى، خلاص الماضي ما تجيش جبده، الماضي ما تجيش تحكي عليه، انساه في الخير وفي الشر انساه. وكاين مستقبل هذاك المستقبل كي ينجح لك في حاله واحده، كي تروح اللي عنده بيده المستقبل، كاين واحد برك يملك لك المستقبل. شكون هو يا جماعه؟ شكون يملك المستقبل تاعنا؟ ما تعرفوش؟ الله عز وجل. اذا حنايا مادام ربي هو اللي يملك لي المستقبل تاعي، الله يرحم والديك، علاه قاعدين نفكروا فيها؟ علاه قاعدين اسمع انا بك نخمم انا دوكا يرحم بابك 2050 كي يخلص البترول واش نديرو؟ يا رجل كاين مستقبل يملك الله. الله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة منه وفضلا، الله رحيم. تعرف واش دير انت؟ سقمها معاه يسقم لك المستقبل تاعك. وكاين وقت ثالث، وشنو هو؟ هو الوقت اللي راك عايش فيه انت. هذاك هذا دركا هاش اللقطة هذه، هذه اللحظة بالذات اللي عايشينها احنا، هذه هي حياتنا احنا. هذه يقول اعملوا فسيرى الله عمل، دركا انت خدم دركا، هذه انت اللي عايش فيها خدم فيها. بهذه الحالة ما تجيش تفكر في المستقبل، وما تجيش تقول انا وبعدها ومازال ونعيش، وانا يا شوف ها مازال راني عايش 20 سنة في عمري، شحال 20؟ تسمى انا يا باش نولي قد هذاك فلان، قد خويا الكبير اللي في عمره 50 سنة، مازال عشت 30 سنة باش نولي قد خويا اللي في عمره 50 سنة اللي هو بصحته، وتسمى باش نولي قد بابا اللي في عمره 70 و80 سنة، مازال 60 سنة نعيشها. حاصر ادخل بالدنيا هي. تسمى دير في بالك باللي انتيا ما راحش تموت، وطول الامل تاعك، طوله مليح. اسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا واحد الكلمة تخلع، والله غير تخلع، وهذه بك حنا وقتاش حسينا لها؟ كي رانا ندفنوا في الناس هذا يقول لك اسمع 29 سنه مات 20، واش به واش كان معانا دركا؟ والله وحده مات فلان، الله اكبر، هذا كان معانا. تخلع انت، شو تخلع؟ ومن بعد كاموفليوها كيفاه؟ حبس قلبه، قولوا حبس قلبه يا رجل، مات هكذا، والله ما مريض، والله غير لاباس عليه، ما مريض ما ولد، لا يصير عنده مرض وما فاقولوش يا ودي، ما تقولناش 20 سنه مات، ما تخلعناش، مات ولا غير مات، والله غير جمالك الموت ومات، وتحب ولا تكره ولا غير مات، وممكن انت في اي لحظه ثانيه تموت. اذا لما تشوف هذه الحالات كيما هذو واش دير؟ تعاود تستحضر كلام النبي عليه الصلاه والسلام تولي تحسله. قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ان الموت اقرب من احدكم من شسع عليه. الموت عبوك شو معناتها شسع النعل؟ صباطك انت فيه الخيط تاع صباطك هذاك قريب ليك بزاف. انت كي توقف هكذا توقف تشوف الناس، نقول لكم شكون الحاجه القريبه ليا انا كامل هنا؟ الخيط تاع صباطي هو القريب ليا كامل، تسمى اقرب حاجه ليا هي الخيط تاع صباطي. اذا الموت او قريب عليا من الخيط تاع صباطي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا الموت اقرب الى احدكم من شسع عليه. في اي لحظه راك واجد بانو كانو، في اي لحظه طيح. اذا كي تفكر انت هكذا ما تقولش استغفر الله وتوبوا اليه. قال النبي عليه الصلاه والسلام توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره. هذا شكون هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم.
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما تأخر. أنت الآن أنت لما تكون هكذا في هذه الحال وتتسنى أي لحظة تقول بالك أنا دوك الموت استغفر الله وتوب إليه استغفر الله وتوب إليه لا حول ولا قوة يا ربي اغفر لي ما قدمت وما أخرت واغفر لي ما أعلنت وما أسررت استغفر الله وتوب إليه ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دائما هكذا خلي لسانك يهضر دائما قول لعلي دوك الموت أي استغفر شوية. لما تكون على الحال هذه تعود تفكر في ما قال تاعك تفكر في مصيرك وتفكر في مصلحتك مع الله عز وجل. وأنا أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليكم قبل الممات وأن يجعلنا وإياكم من خيرة أهله الصالحين وأن ينصرنا الله عز وجل على أنفسنا حتى نستطيع أن نكون من عباده المقربين والله أعلم والحمد لله رب العالمين.